طبعا في ظل المنافسه الشرسه، وطبعا بعد نزول الانفينكس هوت 10 اس والقلبان اللي عمله في السوق وكده، فطبيعي انك هتلاقي شركه شاومي لازم ترد على شركه انفينكس. وانا جاي لك من الاخر كده بموبايلات من شاومي نازله قريب جدا لازم تستناها، بتقدم لك اداء خرافي جدا وهتقلب الفئة السعرية بتاعت الالفين وما تحت الالفين جنيه كمان. خلينا نبدأ سريعا كده بفئة الالفين جنيه، وشاومي ناوية تعمل ايه مع ريدمي 10 اللي هو المفروض يكون الابجريد الجديد بتاع الريدمي 9 اللي مازال موبايل ممتاز جدا وبينافس لحد دلوقتي لدرجة انه بينافس الانفينكس وبتفوق عليه في بعض الحاجات. في الاول كده تنزل تخبط لايك للفيديو لو اول مرة تشوفنا، اشترك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك منا دايما كل جديد. اما دلوقتي على طول فخلينا كده نخش في تفاصيل الفيديو. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناه ام كريفيوز، ومع موبايلات جايه تقلب فئه ال2000 وفئه ما تحت ال2000 جنيه من شاومي زي الريدمي 10 والريدمي 10 سي. المفروض ان الريدمي 10 هو الجيل الجديد من الريدمي 9 والريدمي 10 سي الجيل الجديد من الريدمي 9 سي اللي مازال موبايل ممتاز جدا تحت ال2000 جنيه. وخلينا مبدئيا كده نبدا بريدمي 10 وايه التسريبات اللي نزلت عنه وايه الحاجات دي. مبدئيا كده الموبايل هيجي بواجهه شاومي الجديده الممتازه جدا اللي المفروض شاومي بيقول ان هم عدلوا فيها كل حاجه، وهي MIUI 12.5. ثلاث نسخ هيتوفروا في السوق المصري، عندك 464 428 واكبر نسخه هي 628، ولكن انا مركز بشكل كبير على النسخه ال 464 زي الريدمي 9 كده واللي عملته النسخه ال 464 وكميه المبيعات اللي الموبايل ده باعها. فبتوقع ان الريدمي 10 هيعمل نفس الضجه ويمكن اعلى كمان، احتمال كبير نشوف الموبايل ده بريفريش ريت 90 هرتز. طبعا الشاشه احتمال كبير تكون IPS زي الريدمي 9 بالظبط، والطبيعي كمان انك هتشوف فول اتش دي بلس كعادة شاومي في ضرب الارقام القياسية في الفئة السعرية دي. وبصراحة لو حاجة زي ده حصلت هتبقى قنبلة قوية جدا في الفئة السعرية دي. ولكن في تسريب قوي جدا بيقول ان شاومي بتقول ان في مستخدمين بيشتكوا من معالجات الميديا تك، فمع الريدمي 10 شاومي هترجع تستخدم تاني شريحه او معالج من سناب دراجون. طبعا لسه ما فيش اي تسريبات ولا اي اخبار هيكون سناب دراجون كام، ولكن اتوقع ان شاومي لو استخدمت السناب دراجون 662 او قلبت الترابيزه واستخدمت ال 678 الموجود في الريدمي نوت 10 ده هيعمل ضجه كبيره جدا وهيبقى منافس بشكل كبير لكل معالجات الميديا تك سواء الهيلي جي 85 او الهيلي جي 80 او الهيلي جي 70. فاتمنى ان شاومي فعلا تعمل حركه زي دي ويستخدموا السناب دراجون 678، ولكن مفيش اي اخبار دلوقتي اكيده، ولكن اتوقع ان هو يكون معالج من الاثنين، يا 662 يا 678، ما اتمناش يكون اقل من كده. ده زائد كمان ان التسريبات مستمره في نقطه الكاميرات، وبيقولوا احتمال كبير الموبايل يجي بثلاث كاميرات بس مش اربع كاميرات. كاميرا الماكرو ده هيزحوها كده لانها بصراحه ملهاش اي 30 لازمه، والسنسور الرئيسي بتاع الكاميرا الاساسيه هيكون 50 ميجا بكسل، وده رقم ضخم جدا على الفئه السعريه دي. زائد كمان انك عندك كاميرا الترا وايد 8 ميجا بكسل وكاميرا 2 ميجا بكسل للعزل. فانا بصراحه متحمس جدا للسنسور ال 50 ميجا بكسل، متحمس جدا اشوف شاومي هتستخدم انهي شريحه بالظبط من كوالكوم، هل السناب دراجون 662 او 678 او معالج جديد من شركه كوالكوم باسم جديد ويكون للفئه الاقتصاديه. الله اعلم، لسه ما فيش اي اخبار عن الكلام ده. انا مستني الموبايل ده، وبقول لك يا صاحبي كده لازم تستنى لان فئه ال 2000 جنيه هتتقلب قريب جدا، لان المتوقع ان الموبايل ده ينزل الشهر الجاي في شهر 8. تاني موبايل هنشوفه مع الريدمي 10 بس مفيش اي اخبار عنه دلوقتي، وهو الريدمي 10 سي، والمفروض ان يكون في ريدمي 10 اي اللي هو المعدل من ال 9 اي وال 10 سي المعدل من ال 9 سي، ولكن مفيش اي اخبار عنهم لحد دلوقتي، ولو في اي اخبار جديده اكيد هطلع وابلغكم بيها. دلوقتي نسيب شاومي بقى وننتقل لشركه نوكيا مع خبر غريب وسريع بصوره موبايل، وبيقول لك ان انت مع نوكيا في المؤتمر اللي هيتعرض يوم 27/7 مش هتستخدم جراب تاني مع الموبايل. مفيش اي اخبار، مفيش اي حاجه نوكيا هتعمل ايه بالظبط، ولكن متحمس جدا اعرف احنا ممكن نستخدم موبايلاتنا ونتنازل عن نقطه الجراب ومازال الموبايل يبقى محفوظ وما يتبهدلش ازاي بالظبط. ده اللي اكيد هنعرفه في المؤتمر القريب جدا بتاع شركه نوكيا. فمن هنا طبعا لحد ما نشوف نوكيا هتقدم لنا ايه يوم 27/7 اكيد هطلع وبلغكم بكل جديد عن التليفون ده، لان بصراحه متحمس له جدا. ودلوقتي خلينا ناخد كام سؤال كده على السريع نجاوب عليهم. اول سؤال معانا في الفيديو، عايز اجيب انفينكس نوت 10 برو متردد فيه، مستخدمين بيقولوا كلام على ورق بس، ايه رايك انت فيه خصوصا انه مهتم بالالعاب والجيمز؟ لو انت مهتم بالجيمز عامه فالموبايل ده بيدي اداء ممتاز جدا وبيديك افضل اداء في الفئه السعريه دي بلا منافس. يمكن المنافس الوحيد ليه هو الريدمي نوت 10 اس، ولكن زي ما قلت مشاكل سوفت وير شاومي هتضايقك في الاداء اليومي، فسيبك من الكلام ده، مفيش حاجه اسمها كلام على ورق. الموبايل
الموبايل فعلا اداؤه كويس جدا. السؤال اللي بعده، مين افضل، ريدمي نوت 8 2021 ولا انفينكس نوت 8 اي؟ لا ده ولا ده، خليك في ريدمي نوت 10، يعتبر افضل وبيقدم صفقه افضل من الاثنين، والفرق حاجه بسيطه جدا، يمكن 100 او 200 جنيه فرق ما بين الموبايلات دي وما بين الموبايل ده. السؤال اللي بعده، هو احسن هاتف اقل من 4000 جنيه بس يكون للالعاب بلا منافس بلا منازع بلا اي حاجه، هو الانفينكس نوت 10 برو. الموبايل ده مميز جدا في نقطه الالعاب بشكل كبير. السؤال اللي بعده، ريدمي 9 يستحمل ببجي وكام رام؟ طبعا يستحمل لعبه ببجي بفضل المعالج الميديا تك هيليو جي 80 الموجود فيه، يستحمل ويلعبها معاك على اعدادات كويسه جدا وما يضايقكش خالص في الاستخدام، لانه من اقوى الموبايلات في سعر 2000 جنيه بيقدم لك نقطه الجيمز. هنا انت عندك نسختين 3 32 و464، ويفضل انك تركز في ال 464 ده طبعا عشان واجهه شاومي عامه بتاخد حوالي 15.5 جيجا من المساحه الداخليه كلها، فيفضل 64 جيجا عشان يبقى عندك مساحه كافيه تنزل العاب تاخد صور الكلام ده كله. السؤال اللي بعده، مش لاقي موبايل انفينكس نوت 10 برو، هو مش موجود في مصر ولا ايه؟ لا طبعا موجود، ولكن لو انت مش لاقيه هسيب لك صفحه انفينكس الرسميه تحت على الفيسبوك في الديسكربشن، خش كلمهم وشوف بالظبط انت محافظتك ايه، وهم يقولوا لك نقاط البيع عندك في المحافظه ممكن تلاقي الموبايل ده فين بالظبط. اخر سؤال معانا في الفيديو بقى، عايزك تنصحني بافضل موبايل في حدود 1500 بالظبط، ومش هقدر ازود عن كده، ريدمي 9 ايه ده يعتبر افضل موبايل حاليا في سعر 1500، ما تفكرش غير في الموبايل ده، هو اللي هيديك الاداء المظبوط والمتوازن في الفئه السعريه دي وبس. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، وكالعاده اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.